الحقيقة نجمة سهرة الليلة، نجمة مهما اختلفنا عنها أو اتفقنا فلازم كلنا نعترف إنها ظاهرة. ظاهرة ليه؟ لأنها نجمة استطاعت أن تثبت إنه مش بس الوصول إلى القمة ولكن البقاء على القمة عشرات السنين. نجمة ابتسامتها معروفة في كل حتة من العالم. نجمة خدت أكبر كم من الألقاب، فهي معروفة بأنها حلوة الحلوات، بأنها شمس الشموس، بأنها مشعة البهجة، بأنها ملكة الأناقة، لكن لكل اللي بيحبوها بتحب إن يقولوا لها الصبوحة. أهلا بيكي. شكرا. أهلا بيكي ومنورات. لا والله ده في كتير قوي لسه لازم يتقال حقيقي، يعني انت عشان بتعزني كمان. لا والله صبوحة، وانا انت عارف تقديرك عندي. الله يخليك. مهم قوي. الله يخليك. سؤال لازم يتسأل، لان كل جمهور مننا حاسس زي ما احنا حاسين كده، سر يعني الجمال والشباب على طول. والله لسه جمال زي القمر. الحمد لله. طبعا يعني في سن ده اني انا كده كويس. سنك ده بنت العشرين. يا ريت. والله ربنا يسمع منك. انا بنت العشرين محبتكم الحقيقة، عشان انتوا بتحبوني وانا بحبكم اكتر. بس يعني مرة نقول تهنية من القلب ومن كل الجمهور اللي هناك ده على بقائك على حب الجمهور ده بكل اجياله. انا كل ما قابل حد اقول تحبي مين؟ صباح. الحمد لله يا رب. الحمد لله. نسأل صباح، يلا اول ما بتبتدي يومك بتصحي بتعملي ايه بالظبط؟ الساعه كام بتصحي مثلا؟ بصحى مرات الساعه 11، واذا كان سهره طويله شويه بصحى الساعه 1. طبعا اول حاجه بتكل على ربنا، وانا اصلي مؤمنه جدا، وبعدين اشرب القهوه، وإذا كنا معزومين مع الأصحاب نروح عندنا تصوير مع إبراهيم كلباني نصور، وإذا كان بالليل عندي حفلة وكده أغني، وإذا لا أخرج مع الأصحاب أو أقعد مع بنتي مع أهلي وأشوف تلفزيون، بس من غير صوت. من غير صوت؟ مش صورة بس؟ صورة بس. في الستينات تقريبا كان في استفتاء بتعلنه الأهرام كل اسبوع تقريبا. كان بيعملوا استفتاء في كل المحافظات، مش عارف انت فاكراه ولا لا. كان دايما بيقولوا السيده ام كلثوم بتطلع نمره واحد، تاني واحد على طول صبوح. خمس مرات. على طول. بالظبط. شعورك كان بيبقى ايه وانت عارفه ان انت بين كل الفنانات بتطلعي الاولى؟ حب الجماهير. الحقيقه كان شعوري بيبقى عظيم، وانا عارفه ان القاهره مصر يعني فضلها عليا، وحب الناس هو اللي وصلني وهو اللي فضل لي كمان، فكان بيبقى شعور عظيم جدا. وكنت دايما انا بقدم اغاني جديده على طول، وكانت حبيبه امها واكلك من النبطة وحسونا وغير الاغاني اللبنانيه، فكان يبقى في اجماع على اني انا يعني الاولى. ليه؟ لان عندي اغاني ناجحه، عشان كده. يمكن غيري احسن مني، لكن وقتها انا في الفتره دي كانت الاغاني بتاعتي ناجحه قوي. الحقيقه دايما بنقول انه صباح قدرت انها توصل بغناء الشامي والغناء المصري في نفس الوقت بين اللكنتين. نقدر نقول يعني الغنى المغنى اللبناني. ايوه. كنت اقف في الاول اترجم الكلام، لان كان جديد على جمهور مصر حبيبي، فعن طريق مصر وصلت الاغنيه الشعبيه اللبنانيه. مظبوط. يعني اتذكر واحده معاكي كانت جينا الدار نسال على الحبايب. هنا كنا بنقول كنت بتقولي بيت صغير، وهناك بتقولي كوخ صغير مثلا. مظبوط. كنت اغير بعض الكلمات زي يا دلع مثلا، انا بموت يا دلع ما بتموتش، وشوف قد ايه حبوها هنا. في برضو يعني نتذكر وطني حبيبي الوطن الأكبر. ده عظيم، ده أجمل نشيد اتعمل وطني لغاية دلوقتي. سؤال هنا للصبوح. انتوا كنتوا كلكم جيل عمالقة مع بعض. اوكي. كنتوا جيل عمالقة، عبد الحليم، صباح، شادية، وردة، كل الناس دول، ما كانش في خوف من التنافس بينكم في الفترة دي؟ الحقيقة أبدا، كنا بنحب بعض قوي، وزمان كانت الأيام حلوة والناس حلوة والناس على نياتها والفنانين بيحبوا بعض. كنا مرات في حفلات مثلا أنا أعيد الكوبليه بتاعي مرتين ما حدش يزعل، شادية مرتين، عبد الحليم، فكنا متفاهمين وبنحب بعض بصراحة. وطبعا الموسيقار الله يرحمه المعجزة اللي مش هيجي زيه، كان هو منورنا ووقف معانا، دي كانت حاجة عظيمة. تغني لنا حتة من
وطني حبيبي حلو يا مجد. وطني حبيبي الوطن الأكبر، يوم عن يوم أمجاده بتكتر وانتصاراته مالية حياته، وطني بيكبر وبيتعمر. صبوها في فترة من الفترات صباح سابت مصر حوالي 5 سنين. هل آن الأوان نحن نعرف ليه في وقتها حصلت الفترة اللي سبتي فيها مصر؟ أقول لك ليه. كان عندي مهرجان في معلبك مهمة قوي، وكنت طالعة زي ما أنت بتقول المطربة الأولى 5 مرات، فبقى يجي جوابات من ناس حاقدين عليا وبقى يقولوا صباح ما بتحبش مصر، وصباح مش عايزة ترجع مصر، وصباح وصباح ما عرفش إيه. وإنت عارف هنا طيبين يعني نوعا ما، في شوية ناس صدقوا وعملوني في الليستة السوداء. بعدين طبعا لما شكيت للرئيس عبد الناصر الله يرحمه كده، لما فهم الوضع خلاص رجعت الصبوحة تغني. لما رجعت الصبوحة تغني واتعملت أغنية مش ممكن كلنا حننساها، وطبعا نوروني بالجنسية المصرية تكريم ليا. وصباح حملة كام جنسية؟ اللبنانية، المصرية، الأردنية، الأمريكانية. الله أكبر، 4 جنسيات. يعني نقول عايزين 5 عشان نقول كانت يعني معروفة دايما بالمرح في كل الأوقات. الابتسامة الله أكبر ما بتفرقش الوش. الدنيا حلوة، الله أزعل الله الله والحمد لله يعني. عايشة الناس بتحبني وأنا بحبهم، ولا بيأذوني ولا بأذيهم. وبعدين الإنسان لازم يمرن نفسه على السعادة، على الفرح، كله تمرين. يعني في ناس يحبوا الاكتئاب والبكاء، وعلى ايه؟ احنا تولدنا وتولدت قصة حياتنا معانا، ولازم نعيشها زي ما ترسمت القصة دي، وطبعا ما نعرفش يعني نهايتها ايه. يعني مؤمنة ان كله فعلا مكتوب للإنسان. طبعا طبعا كل حاجة مكتوب. فانا عايشة قصتي وانت كمان انت تكونت الميكروفون. شكرا. شكرا. يعني المرح ده قطعا بتعدي فترات بتبقى صعبة، أوقات بتميلي أكتر للأغاني المرحة زي ما احنا بنشوف. لكن في بعض الأغاني اللي فيها عمق قوي غنيتيها، يا زمن دوار، جينا الدار، ساعات 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 دي أظن هي أصبط أغنية على المود. أخذوا الريح ولا يا قلبي حاجة، ما لازم الفنان ينوع. صعبان علينا حبنا. كمان لازم الفنان ينوع. طب نسمع حتى من ساعات ساعات؟ والله دلوقتي؟ دلوقتي دلوقتي. ساعات 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 أحب عمري وعشقي لحاجات، وساعات ساعات 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 أحب عمري وعشقي لحاجات، أحب كل الناس وأدي إحساس، أحب كل الناس وأدي إحساس، وأحس جوايا بميت نغم، ميت نغم يملوا السكات. ساعات ساعات وساعات ساعات 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 أحب عمري وعشقي لحاجات، وساعات ساعات 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 أحب عمري وعشقي لحاجات، وساعات ساعات. الله. طيب الصبوحة والمواويل، كلنا نفتكر طبعا مواويل وديع الصافي معاكي لا يعلى عليها. أنا وهو مشهورين بالمواويل، وإننا كوبل مع بعض ثنائي يعني ناجح جدا بصراحة. طيب ده بيفكرنا أولا بحفلات بعلبك لما كانت بتتعمل سنويا، وبعدين كان في كمان حوار أنا وهو اسمه شاهين. ده ناجح جدا، وفي الآخر أنا عندي قفلة بشاهين بعد ما أقول حوار أنا وهو شاهين شو جابك لضيعتنا، وبعدين ولا بعد نتلاقى، بقول له مثل بكرة أطفي العز لقينا، برجع أنا بقول له بكرة أطفي العز لقينا.
انا بقى بمد ربنا مديني النفس طويل ده، فهو دمه خبيب. بس بيقولوا كمان في واحد عمل دكتوراه في المواويل بتاعت صباح. برافو، روبير ابو ديب، مظبوط. اخذ دكتوراه في فرنسا، ولما كنت بقول الاوف عندنا موال احنا اسمه ابو الزلف، يعني فولكلور تراث يعني لبناني وكده، فما كانوش يصدقوا ان ده الاوف، قالوا له لا ده موصول، فجاب لهم حفله على الهوا، وعلام ساعتها خد الدكتوراه في الموضوع ده. اصل كنت بقول اوف هي ابو الزلف، وبعدين بقول اوف اللبنانيين بحبوها قوي، واخواننا العرب على طول كل ما يشوفوا نغني لنا الاوف. فدي اخذ هو الدكتوراه فيها، وساعات وفي واحده برضو ثانيه كانت في الاول خالص معانا بتاعت من يوم ما فاتونا الحبايب. موال ده اول موال انا بغنيه، كل مواويل انا بعملها على طريقتي، اول موال بغنيه تلحين استاذ موكي، فطبعا يعني عملته برضو شويه على طريقتي، لكن الاساس هو تلحينه. فاكره منه حاجه ولا فظيع الموال ده، اجمل موال. نسمع تاني. من يوم ما راحوا فاتونا يا هبا يا هبا، لم يجانا غنينا ولا عتبا ولا عتبا، يشعر قلبي يا نام رابا الفراق اسكابا اسكابا يا عبا ويا دلع دلع يا دلع يا دلع دلع بالحلوين طال، روحي حبت روح وقلبي فيك تولع، قلبي فيك اتولع يا دلع يا دلع دلع بالحلوين طلع، يا دلع ادلع ويا دلع يا دلع دلع. الله، اقول لك نسيتيني السؤال اللي هساله بقى. طب في كلمه قلتيها سكابه، يعني ايه؟ يعني سكابه تنزل، يعني تنزل الدموع، سكب يعني. جامد. يا شيماء دي بقى بتعلمينا اللبناني مع المصري يعني. في ذكرياتك مع اضواء المدينه تفتكري لنا حاجه؟ مره استاذ عبد الحليم الله يرحمه، طبعا كمان مش هيتعوض وكده، كان في اضواء مدينه في بلده. في رحنا، فقلت له انا يا انا هو كنا ناجحين قوي في اضواء المدينه، عشان هو ده عندي زي كوبري كده وانا عندي الجديد، فقلت له يا عم بقى رايحين دلوقتي بلدك بلدك ووقعتي سودا اللي هشوفه هناك. فانا رحت بلد عبد الحليم، اول ما طلعت عاصفه من التسويق والناس عملت ايه مش طبيعي، وكل ما عايزه انزل ما يخلونيش، فطلع عبد الحليم غنى غنوه او غنوتين. طب حلو، ده كان لسه ايام شارع الحب بقى، ما كنتوا عاملين الكافل مع بعض؟ افتكر كده، فقلت له ايه الحكايه دي مش معقول، قال لي شفت عشان تعرفي مش انا بس بحبك، اهل بلدي كمان. لا باقت عبد الحليم. في حاجه برضو صباح قدرت تحافظ عليها، ان هو كان دايما في صراع ما بين عبد الحليم حافظ وفريد الاطرش. وبرغم من كده صبوحه قدرت تحافظ على حب فريد وحب عبد الحليم. ازاي؟ اولا لونهم بعيد عن بعض كتير،
واستاذ فريد كان موسيقار مهم ولحن تلحينه مهم، وعبد الحليم بلونه وصوته كان مهم جدا وما جاش زيه ومش هيجي زيه. ف يعني فريد كان جاري شباك على الشباك، لما يلحن لي لحن كده يسمعهولي على الشباك، انا عجبني اخلي الشباك مفتوح، ما عجبنيش اقفل. ده كان حبيبه امها واكلك مية بطه من الحان من الشباك من الشباك. الحان وحما ويا مشمش ومن المسك لسوق الحميديه، ده ايام الوحده بقى كان بالظبط. فدي كانت حاوي ألا إزايك فاني علي وأحبك ياني، أنا ما بنساهاش أبدا تلحينه، وقاعد هو على الكرسي في الفيلم عامل لي كورس بصوته لوحده طبعا، وعمري ما قلت سر لحد، ولأن كل حاجة لها نهاية، الصداقة لها نهاية، الحب له نهاية، يعني الواحد بيخاف من النهايات تتقلب وحش، فيخليها نهاياتي حلوة مع كل الناس. طيب دي حاجة جميلة جدا. صبوها برضو معروف دايما إنها تقول كانت دايما فنانة يمكن ما بتاخدش كم من التقدير الكافي، الفنانة ليلى مراد دايما بتفتكريها كويس، فممكن ايام مجدها كانت واخدة تقدير مهم قوي، وكان حلم حياتي ابقى زيها كويس. فطبعا السنين الأخيرة يعني كان لازم الاهتمام بليلى مراد، لانه ما جاش زيها ولا زي صوتها ابدا بصراحة، يعني كان لازم يبقى فيه اهتمام. ما ده اللي بقوله، يعني نوع من وفاء من صباح لفنانة زي ليلى مراد، بحبها قوي. طيب. واول ما اشوف لها فيلم اقعد ادلعها ويا حبيبتي يا حياتي. الصبوحه من مواليد برج العقرب، برج العقرب معروف بالحساسيه الزايده بالمصابره وما بيهاجمش الا اذا تهاجم، هل ده حقيقي بالنسبه للصبوحه؟ تؤمني بالابراج؟ مش قوي، مش عارفه ليه، لان مثلا في برج عقرب كتير قوي بس مش زيك في ايوه مش كده، وغير كأخلاق وغير كاركتر وحاجات كده. وده كان الصفات اللي اتقالت فيها شويه من صبوحه. فيها مني انا. مظبوط. صبوحه سافرت تقريبا نقدر نقول كل بلاد العالم تقريبا. تقريبا يمكن فاضل ماما. انا فاكر كنا بنتكلم مره على الكوت ديفوار وقلت لي لا فيها اوتيل ايفوار وحاجات، ورحت غنيت مرتين هناك. طيب ذكرياتك عن كل الاماكن اللي روحتيها دي، طبعا هنقعد كده لغايه بكره لو قعدنا عن كل الاماكن. انا كنت مظبوط برافو. بس اهم اماكن، اهم كارنيجي هول في نيويورك، اوبرا هاوس في سيدني، سال بلايال في باريس، اولمبيا، بالي دو سبور، ميتياليتي، دروري لين تياتر بلندن، البرت هول، غنيت في اكبر اوتيلات في امريكا، لاس فيغاس بالميراج، اتلانتيك سيتي في تاج محل بتاع دونالد ترامب، يعني دول السنه اللي فاتت. ده كل الاماكن دي. طيب اللي فاكراهم بس كمان في واحده منهم كانت في الاولمبياد، قال فواسي لا رين لا بلو بيل، قالوا يعني كل الكلام هو بيقدموكي في التسجيل. الحمد لله. وعرضوني كم غنوه في ال 60 مينت في اكبر برنامج في امريكا. طيب الاغاني اللي بتنجح اكتر في الحفلات اللي بتكون في اوروبا وامريكا، ايه لما تيجي تغني في امريكا مثلا بتحبي تنقي ايه؟ بنقي المواويل، لان اقول لك 90% مغتربين عرب ولبنانيين وكده، بيحبوا قوي المواويل، وطبعا اللون المصري يعني هو المدرسه الاولى في حياتنا كلنا وحياه كل فنان، بيحبوا اللون المصري وبعدين الاغاني اللبنانيه. كويس. انا بطلب معلش شويه انه لو قلتي مثلا اغنيه مصري بتغنيها في معظم حفلاتك بتطلب ايه؟ يانا يانا، زي العسل، عدى عليا وسلم، انا هنا يا ابن الحلال، معانا هنا هنا. بنسمع انا هنا يا ابن الحلال حتى ولا انا هنا هنا يا ابن الحلال، لا عايز جاه ولا كتر مال، بحلم بعيش املاها انا سعد وهنا، انا هنا يا ابن الحلال. ومن الاغاني اللبناني، اغاني لبناني عامله واحده اخيرا دمها خفيف اسمها عرفتك، والله عرفتك تسوى الدنيا عرفتك، ومن ساعة ما شفتك قلبي جن وجن جنوني، ومثل جنوني صاروا عيوني، ما تسألني كيف عرفتك تشرفت بمعرفتك. مين ده بختك كويس ده؟ غنيتي بلغات فرنساوي ساعات؟ كان عندي غنوة اسمها تلحين الرحباني عن نادة النادة، هي عايشة لغاية دلوقتي والناس بتغنيها ويتبكوا عليها، فعملناها فرنساوي
ازاي بقى؟ بنسمع وعالندى الندى الندى والورد مفتح عخدة ونمع عطيوني ياكي جبال العالي لهدة اتوسكي سنتي سي انسي كاتو مزامي جابورت دو مون بيي نطر امور نطر جوا عالندى الندى الندى حاجة كده لذيذة قوي. في بقى حاجة الحقيقة يمكن الجمهور شاركنا فيها، كان في إشاعة ملت لبنان من حوالي 3 سنين أو حاجة زي كده، إشاعة غريبة جدا ياما. بس دي كانت الحقيقة غريبة وتكذبت. لك كانوا قالوا إنه صباح، سوري صباح اتجننت، هل حقيقة؟ عشان يقولوا كده هم اتجننوا قطعا. عارف ليه؟ يمكن بعد الحرب أو كان أثناء الحرب الناس شوية تعبت، ولا مين طلع الإشاعة دي وصدقوها. فأختي تكلمني على أمريكا تقول لي ده بيقولوا عليك مجنونة، أقول لها مجنونة؟ وعندي غنوة اسمها قالوا عني مجنوني وقد ما بحبك يا عيوني ويا ريت كل المجانين جنون عاشك لجنوني. وبنتي هوايدة يا ماما دي أكيد الحكاية، تعالي كدبي وكده. بعدين جيت لبنان لقيت فعلا مصدقينها قوي، واطلع على لبنان اكلمه اقول شوفوا انا مش مجنونه، انا صبوحه ازيكم وحشتوني. وفي الاخر يعني خدت وقتها وطارت طبعا زي كل الاشاعات. زي كل الاشاعات طبعا يعني. واتجنن ليه؟ لا لا لا. كان في لو قلنا حفله انا افتكرها كانت سينما الهامبرا قبل ما تتهد في اسكندرية، السينما اللي كانت بتغني فيها أم كلثوم. وكان في حفلة كان فيها بس صباح أحمد غانم ونجوى فؤاد. والحفلة دي انتوا تأخرتوا جدا فيها في المجيء من القاهرة، كان شتاء وانتوا جايين، فالسينما كانت مهدودة. الراجل طلع قال للصبوحة أول ما شافكوا الحقيني يا مدام صباح، الناس بيقولوا سيما وانت هاتوا فلوسنا. قلت له ما تخافش. أنا فاكر كويس قوي إنك كنت والله نسيت الحكاية. أنا فاكرها كويس. رحت طالع على المسرح ضحكة ضحكتين يجننوا، رحت قايلة للناس أنا هعوضكم، أنا آسفة العجلة ضربت منا في السكة وأنا هعوضكم، أنا هطلع في الحفلة مرتين. ويوم غنيتي 10 أغاني وصلة أولى وصلة كويسة هايلة. وأنت مش فاكرة الحدث ده خالص؟ لا مش فاكرة سيدي. هل بيحصل حاجات كتير كده لدرجة إنه حدث زي ده ما تفتكريه؟ زمان أول ما عملت القلب له واحد وكنا في عربية كارول بتاعة الأحصنة كويس. فركبنا من كتر الزحمة العربية ما لحقتش تيجي، ركبونا العربية دي وامشوا. الخيل من كتر الناس وأمي معايا الله يرحمها كانت، الخيل بقت تطلع كده عرفت ازاي وتنزل من الخوف، وانا صرخ وامي كانت شويه سمينه مش قادره تنط. وانا مش عايزه انط من غير امي لانه كنا خلاص العربيه هتقع كده لورا لو ما كانش شويه ناس يعني مخلصين راحوا ماسكيننا وشايليننا ومش الحال بعدين. طيب بيحصل كتير للفنان حلو. مره كنت باردون اللي لابسه كعب عالي ورحت احضر اول ليله لفيلم ليا، انا رجعت من غير الكعب. حصل ازاي بقى؟ حصل ايه؟ من كتر الناس وقعت على السلالم وكل حاجه دهولت يعني. طب بين الافلام طبعا يجنن، هو حب الناس حلو قوي بس ساعات لازم عايز يخلي باله شويه يعني. حطيت من غير كعب كده وكتبت عليها ورقه لاختي عشان تصحى الصبح وتضحك، قلت لها شوفي انا حصل لي ايه بس عشان تعرفي. طب بما انك جبتي سيره الافلام وده كان البريمير بتاع فيلم من اول القلب لواحد، صباح عملت تقريبا كم فيلم؟ 84 ما شاء الله. كان اخرهم ليله بكى فيها القمر ولا بعديها؟ اخرهم ليله بكى فيها القمر، وعملت 12 مهرجان عشان ما تسالنيش. تعبتك للدرجات دي يعني يا بطل؟ فوق ال 2000 غنوه. فوق ال 2000 غنوه ما شاء الله، يبقى كويس انك بتفتكري منهم بعضهم حتى بجد والله. من كتر وحسونا ما تحن عليا. انا فاكره وقتها هاجموني قوي على الغنوه دي ولغايه دلوقتي عايشه، اول ما اطلع على المسرح الناس تطلب حسونا، بعدين انا اقول محسونا ما تحن علي حسونا انا زي غاوية وغاوية وغاوية وحبيبي ما صدقت لقيته والغاوي نقط بطاقيته الغاوي. كل حفلة علامة من علامات صباح. لازم ما فيش شيء. ويانا يانا عد عليا وسلم. طب يانا يانا نسمعها.
يانا 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 في حبيبي أموت أنا، أموت أنا بحبيبي، أموت أنا بلهيبي يا عذابي وحبيبي وحبيبي يا مدريد، وعلشانه أموت أنا. صبوحة، بنتكلم تاني عن الأفلام. أوكي، علامات صباح اللي بتعتز بيها في السينما ايه؟ طبعا أول فيلم القلب له واحد، وتاني فيلم هذا جناه أبي نجحوا أول اتنين، آسيا آسيا اللي كانت كان كان بختي كويس وإخراج هنري بركات، وبعدين الأيدي الناعمة اللي تأليف توفيق الحكيم العظيم، وكمان شارع الحب مع أستاذ عبد الحليم. كان ممكن نسمع حتة من لأ؟ بص، كل الناس يفتكروا ثلاث افلام مع استاذ فريد الاطرش، كمان احبهم قوي، ليلى بكى فيها القمر. يعني عملت حاجات كتير قوي. الحمد لله، كان منها الجيد والجيد جدا. في فيلمين تانيين افتكر مع فريد الاطرش، غنوه احبك يعني، وهو بيرد عليا بصوته. قعدت افتكر، شفت امبارح، اقول الله على الايام الجميله العظيمه دي، العمالقه دول اللي مش ممكن يتعوضوا. أحبك ياني ولو ترعاني، أحبك تاني وأقول آه ياني ياني، معك وجداني وكل حناني، ولو تنساني آه ياني آه ياني آه ياني. في ثلاث أفلام تانيين الحقيقة برضو علامات، كان ليالي الدافئة اللي قلت فيها حبيبة أمها، كان في طريق الدموع. أيوه، كان حلو قوي، بتاع قصة ليلى مراد. الحياة كان برضو من الأفلام الحلوة جدا اللي اتعملت، الحمد لله. والرجل الثاني طبعا صحيح، ده كان مهم. عز الدين زفقار مخرج عالمي كان صراحة، وكان معايا سامية جمال حبيبتي، وكان السمار والبياض زي ما بيقولوا يعني الفيلم، زي ما كنتوا بتقولوا البعض في الفيلم يعني. طيب، لو نقول صباح عندها أمنية حقيقي، أمنية خاصة وأمنية عامة، بتتمني؟ خاصة بحب الستر والصحة، ويفضل محبة بقلوب الناس ولو صغيرة. لا إن شاء الله. العامة بقول يا رب إن الأغنية العربية تصير عالمية، يا رب الفن يعني العربي يبقى عالمي. تعتقدي في العصر الحالي بوجود الساتلايت ديشز في كل حته، الاقمار الصناعيه دي كلها، في امل كبير، وخصوصا الايقاعات السريعه بتاعت الاغاني دلوقتي، فممكن ان شاء الله يا رب. لو صباح عندها حفله، تحب مين من الفنانين يكون معاها في الحفله دي؟ انا بحب كل الناس الحقيقه، ما عنديش تفضيل. وطبعا انا وفادي دلوقتي في كل الحفلات، فادي لبنان. من الملحنين اللي اتعاملت معاهم صباح، مين كان اكتر واحد فيه ود بينكم؟ انا واستاذ الموجي. كويس. فكان لما يجي يسمعني لحن يقعد كده وانا كده، ان قربت يبقى اللحن عاجبني، وان ما قربتش يشيل العود بدون سؤال ودون اي حاجه ويروح ماشي. كانت علامات بدون حوار يعني. ايوه ايوه. كنت احبه جدا بصراحه. في فساتين صباح اللي مشهوره بيهم جدا وبتظهر بيهم في الحفلات، الفستان بعد ما بتخلص مدته بيحصل فيه ايه؟ دلوقتي بتخلص مدته باسرع وقت، لان التلفزيون بيصور وكل الناس بتشوف، خلاص ما فيناش نلبس. يا بخبيه، يا انه حد بيكون عايز مثلا فستان ولا حاجه، طبعا انا بلبسه عده مرات وعده بلاد وكده. ومش زي ما بيقولوا الناس بدفع ملايين على اللبس، لا، الخياطين بيحبوا ان انا البس لهم، بيقدموا لي فساتين، بيعملوا لي اسعار رمزيه وكده. فساتين برجعها للخياط مرات، بيقول لي رجعيهم والبسيهم زي ما انت عايزه. وفساتين اتحرقت في الحرب يعني، والاهل كتير والاصحاب كتير، حاجات كده ولسه في كتير. طيب، في حد يعني حقيقي وقت ما الصبوحة كانت نازلة وأول ما جت كلنا بصينا وقلنا الله الله أكبر، فعلا يعني الجمال أكتر بكتير قوي من الشاشة؟ ليه يا ترى؟ كل الناس بتقول لي كده، مجاملة ولا مظبوط؟ لا، هو صحيح والله، الحمد لله. أحسن ما يقولوا في التلفزيون أحسن، أو في التصوير أحسن. خلينه يلا يا صبوح. أهلا. وبجد يعني بنيابة عن كل المشاهدين بنشكرك على الفترة اللي قضيتيها معانا دي. وأنا بشكرك، وربنا يوفقك إبراهيم، وخلي لي كل الناس اللي بيشوفونا وربنا يسعدهم ويوفقهم. وفي حاجة يعني نفسنا قبل ما ننهي اللقاء، الحقيقة لأن كل بيتعلم فلسفة معينة،
بكل الفترات اللي عديتي فيها وبتقولي للناس كلهم يلا نعيش الحياة. مظبوط. يلا نعيش الحياة. يلا 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 نعيش الحياة والقلبين والمناه، يلا نعيش الحياة.